لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ الدكتور الطيب النوراني وفيديو جديد من سلسلة نيو هيدوي أكاديميك سكيلز ليفل 2، والكتاب هو Reading, Writing and Study Skills، واليوم حنبدأ في يونيت 3 Newspaper Articles، اللي هي دي هي تكلم على صفحات في الصحف. وإن شاء الله اليوم في الفيديو الأول اللي هو نسميه يونيت 3A هنغطي فقط الريدينج سكيلز، اللي هي مهارات القراءة. هنغطي فقط مهارات القراءة. واليوم إن شاء الله predicting content، كيف نخمن المحتوى. predicting content، predicting معناته يخمن، content المحتوى، meaning from context اللي هو السياق، context السياق، إذا نعرف المعنى من السياق. إذا حنغطي مهارتين فقط. المهارة الأولى how to guess the content، كيف تخمن المحتوى، والمهارة الثانية كيف نعرف المعنى من السياق، الكلمات التي لا نعرفها، الكلمات الجديدة كيف نعرفها من السياق، meaning from context. طيب نبدأ مباشرة. an unexpected journey، expected معناته متوقع، unexpected معناته غير متوقع. An unexpected journey، رحلة غير متوقعة. An unexpected journey، رحلة غير متوقعة. Look at the headline and pictures in the newspaper article. What do you think the story is about؟ قال لك يعني انظر إلى الهيدلاين اللي هو ده A free flight to Dubai، وشوف الصورة. لاحظ هنا ده شخص وده مكان العفش في الطائرة، وده هنا نشوف وين، وده هنا دبي. إذن عندنا صور وعندنا عنوان في الصحف. What do you think the story is about؟ يعني حتكون القصة دي عن شنو. Discuss your ideas with a partner، ده الإكسرسايز الأول اللي هو من العنوان ومن الصور ما تتوقع القصة تكون عن شنو. طيب ممكن تتناقشوا وتشوفوا القصة عن شنو، لكن نبدأ نقرأ القطعة من الصحف. A free flight to Dubai، رحلة مجانية إلى دبي. A 23-year-old Dutch student has enjoyed a short but unexpected holiday in Dubai. In Dubai، طالب هولندي عمره 23 سنة استمتع برحلة قصيرة إلى دبي، اللي هي يعني عطلة قصيرة جدا جدا. unexpected holiday، غير متوقع. خلي بالك لكلمة unexpected اللي هو expected متوقع، unexpected غير متوقع. Mr. Frank Vridi، a business student، had taken a part-time job at Schiphol Airport to help pay for his studies. Frank Vridi اللي هو ده اسم الطالب، طالب بتاع إدارة أعمال، a business student، يدرس في إدارة الأعمال. had taken a part-time job، part-time job اللي هو عمل جزئي، قول full-time job and part-time job at Schiphol Airport. Schiphol ده اللي هو مطار في هولندا، airport to help pay for his studies، تمام، اللي هو ليه عشان يدفع تكاليف الدراسة. He worked as a baggage handler،
حامل بتاع العفش اللي هو يحمل العفش يدخلوه في الطائرة وينزلوه من الطائرة، التحميل والتفريغ في الطائرة. And was responsible to loading the suitcase into the hold of passenger planes. Responsible يعني مسؤول for loading تحميل the suitcases اللي هو الشنط into the hold of passenger planes. The hold مكان العفش في الطائرة نسميه الهولد. في طائرة ركاب طبعا عندنا كارغو اللي هي طائرة العفش، وعندنا باسنجر بلينز اللي هي طائرات الركاب. Last Friday night after an exhausting day in the university library preparing for his final exams, Frank was loading a plane at the airport. في الجمعة الأخيرة اللي هي السابقة آخر last Friday night الجمعة الفايتة بالليل after an exhausting day بعد يوم متعب exhausting day in the university library في مكتبة الجامعة preparing for his final exams بيحضر للاختبارات النهائية final exams Frank was loading a plane at the airport. هو شغال بيحمل في الشنط ل طائرة في الايربورت. He was waiting for the next baggage truck to arrive and he felt tired. بيحمل وفي أثناء ما بحمل كان منتظر الترك اللي هو العربة اللي تحمل العفش عشان تجي، لكن هو شعر بالتعب في اللحظات دي. He decided to have a quick rest. قرر انه ياخد راحة سريعة. So he sat down in the hold of the plane and shut his eyes. جلس في المكان بتاع العفش نلاحظ له وشط his eyes يعني أخذ له غفوة just for a moment، أخذ له غمدة أو غفوة صغيرة للحظات. However while he was sleeping the plane took off. لكن في أثناء نومه ده الطيارة take off يعني أقلعت. An hour later Frank woke up and was horrified to discover that the plane was in the air. بعد ساعة صحى وكان هو مرعوب horrified to discover عشان اكتشف إنه الطائرة في الجو. There was a terrible noise from the engines. الماكينات بتاعت الطائرة عاملة إزعاج شديد. And he tried not to panic يعني عشان يعني ما يرعب وما يخاف عشان يقدر يتصرف. It was dark مظلم المكان uncomfortable and very very cold. مكان مظلم غير مريح و very very cold بارد جدا جدا جدا. Frank knew the flight would be long because it was an airline from the Middle East. عرف إنه طائرة مدة الطيران هتكون طويلة جدا. The flight would be long لأنها من الشرق الأوسط Middle East. الطائرة لأنها ماشية لدبي. He also knew he could not survive the freezing temperatures. It was an impossible situation. Freezing temperatures اللي هي الحرارات حرارة لدرجة التجمد. It is impossible situation. عرف إنه الطائرة ماشية لمدة طويلة والمكان بارد جدا جدا وممكن يتجمد. He decided to make as much noise as possible. بدأ شنو فكر إنه يعمل صوت عالي جدا عشان يسمعوه الناس في الطائرة وينتبهوا له. He banged on the ceiling of the baggage hall and shouted at the top of his voice. At the top of his voice بأعلى صوته. Bang يضرب ceiling اللي هو السقف. سقف المكان بتاع العفش وبصرخ بأعلى صوته. Luckily لحسن الحظ. Luckily luck معناته الحظ. Luckily اللي هو لحسن الحظ. A passenger heard the noise and called a flight attendant.
واحد من الركاب سمع الصوت ده ونادى الناس الموجودين في الكابينة بتاعت الطائرة، يعني العاملين attendant اللي هم المضيفة أو المضيف أو كذا اللي يعملوا في الطائرة. هو immediately informed the pilot، بمباشرة كلم من البايلوت اللي هو الكابتن الطائرة أو قائد الطائرة. Once the captain understood what was happening، خلاص بعد ما فهم الكابتن، كابتن وبايلوت كلمة واحدة، عرف الحصل شنو. He ordered hot air to be pumped into the hole، أمر بأنه يضخ هواء دافي حار، هواء حار hot air، air hot air معناته هواء سخن حار لمكان العفش. When the plane arrived at Dubai International Airport، وصلت لمطار دبي الانترناشونال ايربورت العالمي دولي، an ambulance was waiting to take a very cold and frightened Mr. Fiqid to hospital. أخذت الطالب اللي هو فرانك ده، كان في الأمبلانس اللي هو أمبلانس اللي هو الإسعاف، منتظر عشان يأخذ a very cold and frightened Mr. Fried اللي هو frightened اللي هو خايف to hospital. Doctors examined him but he was unhurt. دكاترة فحصوا عليه ولقوا unhurt، يعني الحمد لله ما تسبب له الأذى. And was allowed to leave after a few hours، وسمحوا له ويطلع من المستشفى بعد سويعات. News spread quickly about this stowaway اللي هو نسميها خلسة، stowaway اللي هي خلسة أو حاجة ما مرئية. The managing director of one of Dubai's top hotels offered him a free room for the weekend. واحد مدير managing director اللي هو المدير التنفيذي، مدير في أحد الأوتيلات الفنادق top hotels، فنادق الراقية 5 stars يعني هوتيل، أعطى منه أخونا فرانك غرفة فري في نهاية الأسبوع. إذن الطائرة فري والغرفة فري في فندق راقي جدا. He must have wanted to come to Dubai very much if he was prepared to travel in the hold، joked the MD. هي هنا هي المدير MD اللي هي managing director. He must have wanted to come to Dubai very much if he was prepared to travel in the hold. إذن يعني لقى إنه بيمزح إنه يقول هو لقى فرصة ممتازة إنه يسافر عبر مكان العفش إلى دبي. Everyone's been so kind، said Mr. فقيد. نقول فريد أو فقيد، لأنه إذا كان قلناها بالهولندي يبدأ فقيد. قال كل الناس كانوا معاي so kind، كانوا لطيفين. I am really enjoying my stay in Dubai and I am getting a lot of rest so I won't fall asleep on the job again. I won't، I will not، دي كلمة متكون من اثنين. قال أخذت راحة كافية، فندق 5 stars في دبي السبت الجمعة والسبت والأحد، كان مرتاح جدا جدا. قال عشان كده أنا ما حينوم في أثناء العمل. When Frank returned to Sheffield Airport on Monday، لاحظ رجع يوم شنو، يوم الاثنين Sheffield Airport، his friends and relatives، أصدقائه وأهله، were overjoyed. معناته شنو يا شباب، تغمرهم السعادة to see him، كانوا في حالة من السعادة الزائدة عشان يشوفوا فرانك مرة أخرى. When he didn't come home after his evening shift on Friday، يوم ما جاء لبيته يوم الجمعة بعد after evening shift اللي هو العمل بالليل، shift اللي هي ده يعني نقول الشفت هي الدوام، دوام الليلي. I called the airport but nobody had seen him for hours، his mother said to reporters. أم اتصلت به المطار لما هو ما جاء من الدوام الليلي يوم الجمعة، لكن ما في حد شافه لأن هو الوقت ذاك في مكان العفش وفي الجو إلى دبي. Frank explained that he was very lucky
because it is possible to die of cold in the hold of an aircraft. يعني هو قال هو محظوظ جدا لأنه كان ممكن يموت من البرد في مكان العفش. He apologized, اعتذر to his boss. His boss, مديره, for sleeping at work instead of working, and promised it would not happen again. قال اعتذر لرئيسه في العمل لأن هو كان نايم في مكان العفش بدل يكون شغال. وعد إنه promised, وعد إنه ما حيكرر هذه الفعلة أبدا. During the flight, I was petrified. في أثناء الرحلة كنت أنا مرعوب. I thought I was going to die. كنت أفكر إن أنا حموت. Said Mr. Vreed, I wouldn't want to do it again. Next time I will catch a regular flight. قال لا ثاني ما حعمل حاجة زي دي, وإن شاء الله المرة القادمة حمشي بطائرة رسميا إلى دبي. إذن هذه هي الـ unexpected journey اللي هي free flight to دبي, رحلة مجانية إلى دبي. خدنا الاكسرسايز الأول اللي هو يعني من العنوان A free flight to دبي, ماذا تتوقع الرحلة. والرحلة عرفناها الآن إن واحد من عمال العفش مشى إلى دبي في مع العفش في رحلة طويلة جدا من هولندا من أمستردام إلى دبي. أمستردام شيفولدا في أمستردام. طيب نمشي لي هنا عندنا الأسئلة ممكن نسأل why اللي هي لماذا, where أين, who من when متى, what ما how كيف. هذه لاحظوا هذه هي أدوات الاستفهام. وممكن قال لك make questions about the article, use the question where's in the box. هي هذه الأسئلة تمام, يعني كل واحدة نسأل. ممكن الإجابات تكون why was it a free flight. ممكن نقول why was it a free flight, ليه هي رحلة مجانية. where did the flight go to, إلى أين كان ذهب الرحلة. who got the free flight, من الذي فاز بالرحلة المجانية. when did it happen, متى حدثت هذه الرحلة. what happened, ماذا حدث بالضبط. how did the story end, كيف انتهت القصة. دي الأسئلة, دي أدوات الاستفهام why, where, who, when, what, how. والأسئلة بنلقاها في صندوق الوصف. يعني هنا طبعا why was it a free flight, أداني هنا ده مثال, والباقيات ما نعمله من إحنا. وممكن تسأل أي أسئلة ب where, who, when, what, how. طيب نشوف المهارة predicting content, كيف نخمن المحتوى. predicting the content of a text prepares you for what you are about to read. إذا كان أنت خمنت المحتوى بتجهز نفسك إنك ماذا حتقرأ, يعني بتكون مهيئ نفسيا إنك ماذا ستقرأ. being well prepared helps comprehension اللي هو المطالعة اللي هو تقرأ بسرعة. before you read a text look at the title, عشان تخمن المحتوى انظر إلى العنوان. look at any pictures والصور. لاحظت هنا من العنوان A free flight to Dubai, ولاحظ هنا ده واحد من عمال العفش في مكان العفش, ولاحظ هنا دي دبي. إذن هو مشى مع العفش إلى دبي, والعنوان A free flight to Dubai يعني ما دفع ولا مليم لأنه ما قطع تذكرة ولا عمل تأشيرة ولا عمل رسوم ولا غيره. إذن من الصور ومن العنوان ممكن نخمن المحتوى. use this to get an idea of what the text is about. من العنوان ومن الصور ممكن تعرف التكست اللي هي قطعة عن ماذا تتحدث. ask some questions who, where, why to help you predict the content and to focus on the information you need.
بعض الأسئلة إذا كان سألتها، من الذي سافر في الرحلة المجانية وإلى أين ولماذا، تقدر تساعدك على المعلومات وكيف تستخرجها. Skim the text to get a general idea of the story. Where your ideas right? Does the text answers your questions? اللي هو عندنا هنا number 3. انت بعد ما تقرأ القطعة ممكن تشوف هل كان فكرتك صحيحة عن هنو الرحلة ليش مجانية، تمام، وتجاوب على الأسئلة اللي هي where وwho why and what. إذن الاكسرسايز نمبر 3 إجابات للنقاش، ونمشي الاكسرسايز نمبر 4 read the article more slowly and answer the questions. Who is the article about؟ الارتكل بيتكلم على منو؟ بيتكلم على مين؟ بيتكلم على الطالب الهولندي اللي اسمه فرانك فريد اللي هو a Dutch student. Who is a لمن؟ نسأل عن المن. What other people are mentioned in the article؟ ما هم أسماء الناس الآخرين الذين ذكروا في القضاء؟ مثلا a passenger، الراكب في الطائرة، المسافر في الطائرة اللي ينبه لوجود فرانك مع العفش. A flight attendant، واحد من العاملين في الطائرة، المضيف أو المضيفة. The pilot، بايولت الكابتن. Doctors، الأطباء. The managing director، مدير التنفيذي لـ of a Dubai hotel، لفندق في دبي. Friends are relatives، إذن الأصدقاء والأهل والأقارب. His mother، أمه، أم فرانك. Reporters، اللي هم دير يا شباب المراسلين، الصحف، المراسلين بتاعين الصحف بنسميهم reporters. His boss، اللي هو رئيسه في العمل. Where did the events happen؟ Where معناته أين؟ أين حدث هذه الأحداث، حصلت وين؟ طبعا في مطار شيفول، شيفول إيربورت، تمام، في أمستردام. Aboard the plane، في الطائرة، ودبي. When did the events happen؟ متى حدثت هذه الأحداث؟ متى وقعت هذه الأحداث؟ Last Friday night، يوم الجمعة السابقة بالليل. What was the problem؟ ما هي المشكلة؟ طيب المشكلة إنه شنو؟ الطالب ده تعب وهو بيحمل في العفش ومنتظر العفش الجاي يجي في الشاحنة، شاحنة العفش، لكن شعر بالتعب، قال أنوم بسيط ونام، والطائرة أقلعت ومشى إلى دبي مع العفش. إذا فرانك was tired and fell asleep in the hold of a plane. This was dangerous as the hold is very cold and he could have died. طيب how was the problem solved؟ كيف تم حل المشكلة؟ طبعا هو صرخ وضرب في سقف المكان بتاع العفش، واحد من المسافرين سمعه وكلم المضيفة، والمضيفة كلمت الكابتن، والكابتن قال ضخوا هواء حار في مكان العفش عشان ما يموت من البرد، وبكده أنقذوا حياته ووصل إلى دبي سالما غانما، وقضى ويكند ممتاز جدا جدا في فندق من 5 نجوم مجانا، والطائرة مجانا، ورجع إلى أهله في أحسن الأحوال بعد ما أخذ راحة كافية، وبعد كده ممكن يمشي يمتحن، ممكن يشتغل بدون ما ينوم في مع العفش. He made a noise which a passenger heard. The pilot pumped hot air into the hold so Frank wouldn't die of cold. إذن عرفنا إنه المشكلة تحلت إنه الكابتن ضخ هواء حار في الكابينة بتاعت العفش. طيب نجي نشوف هنا عندنا study skill meaning from context. Context قلنا context
context معناته السياق، content المحتوى، content المحتوى، context معناته السياق. طيب text often contain words we don't know، طبعا في أي قطعة بنقرأ ممكن يكون في كلمات ما بنعرفها. looking up everywhere takes time and shows and slows down your reading. إذا كان أنت في أي كلمة دار تمشي تفتشها في الديكشنري، looking up everywhere take time، takes time يعني حتاخذ الزمن، and slows slow down يعني slow down معناته تبطي، slows down your reading هتبطي من القراءة بتاعتك. to help you guess the meaning from the context، إذا أنت من الكونتكست من السياق ممكن تعرف المعنى، لكن ما هي المهارة التي تحتاجها لمعرفة معنى الكلمات من السياق؟ look at the words and sentences around the unknown word، تشوف الكلمات والجمل اللي هي حول الكلمة التي لا تعرفها، التي لا تعرف معناها. context معناتها حوالين الكلمة، سياق. identify the part of speech، هل الكلمة في أي نوع من نوع الكلام؟ هل هي حرف؟ هل هي فعل؟ هل هي اسم؟ هل هي صفة؟ هل هي ظرف؟ نعرفها. noun، verb، preposition، adverb، adjective تقدر تحددها. identify حددها. use your knowledge of the word، what you already know about this the situation. إذا أنت عندك معرفة سابقة، تستخدم معرفتك السابقة عشان تعرف الكلمة دي ممكن معناها يكون شنو. think about whether the word has a generally negative or positive meaning، هل معناها يحمل المعنى السلبي أو الإيجابي بصورة عامة. replace the unknown word with another word، غير الكلمة الغير معلومة الغير مفهومة بكلمة أخرى with a similar meaning and check that it makes sense in the sentence، وشوف هل إذا كان غيرتها بكلمة من الكلمات اللي أنت تعرفها هل الكلام يكون متسق ومترابط. إذا كان كده إذن فهمت الجملة. طيب الاكسرسايز بيقول شنو؟ copy the table، guess the meaning of the words in bold in the article، a free flight to Dubai، use the part of speech and the context to help. إذن الكلمات، أول كلمة اللي هي باكيتش، هاندلر اللي هو هاندلر اللي هو حيكون شنو؟ noun، job or duty، airport responsible for loading suitcases، passenger planes اللي هو person who puts bags on a plane. إذن هنا الكلمة، هنا ما أي نوع أي جزء من أجزاء الجملة اللي هي اسم اللي هي أجزاء الكلام. context، الكونتكست اللي هو السياق، وجس اللي هو عرفنا ان حيكون عندنا شنو هنا يا شباب، حيكون عندنا التخمين. طيب نمشي للكلمه الثانيه اللي هي توكوف. توكوف اللي هي حتكون شنو؟ الهولد، قبل من توكوف هولد. هولد اللي هي ناون، كونتكست السياق، بلينز اللي هي شباب hold، وشوفنا الصورة وشوفنا إنه بيتكلم على مكان العفش، parts of plane for package. إذن القس بتاعنا والتخمين بتاعنا اللي هي part of plane for package، مكان للعفش. took off، هل هي verb ولا noun ولا adjective ولا adverb؟ اللي هي verb took، اللي هي past of take، the plane took off، أقلعت. إذن مع ذا الكونتكست، طيب معناها شنو؟ leave the ground، أقلعت اللي هي أقلعت من الأرض. horrified، horrified، لاحظوا الكلمة هنا horrified. إذن الكلمات اللي هي نحن أخذناها هنا يا شباب، أخذنا الكلمة الأولى اللي هي package handler، hold، لاحظ الهولد اللي هي دي الهولد، تمام، وده هو نفسه الهاندلة. took off اللي هي أقلعت. horrified، horrified adjective، Frank was horrified، تمام، يعني
يعني horrified هنا هتكون شنو؟ هنا اللي هي بمعنى frightened اللي هي خايف, scared, terrified, because plane was in the air, خايف اللي هو مرعوب. كلمة الرابعة أو الخامسة banged on the ceiling of the baggage على السقف, يعني عمل صوت. He decided to make as much noises as possible, إذن يعمل صوت عالي جدا. He banged on the ceiling. طيب معناته شنو؟ معناته يضرب. bang معناته يضرب. hit noisily. نلقى الكلمات دي موجودة. unheard. لاحظ هنا doctors examine him, كشفوا عليه والأطباء وفحصوه. unheard اللي هي عكس hurt. hurt معناته سبب له الأذى, وأن hurt الحمد لله هو سليم ما عنده أذى. إذن adjective والسياق الكونتكست, doctors examine him but he was unhurt, not hurt, ولا نقول he is okay. طيب relatives, friends and relatives, الأصدقاء والأقارب. إذا relatives اللي هي noun plural, his friends and relatives were overjoyed, تغمرهم السعادة. إذا relatives اللي هم الفاميلي, الكلمة هي شنو؟ family. shift, evening shift on Friday, shift معناته الدوام. evening shift part of a working day اللي هي جزء من اللي هي نقول الدوام الصباحي والدوام المسائي مثلا. apologized to his boss, يعني هيكون شنو قال لرئيسه؟ اعتذر. apologized اللي هي past of apologizes. intransitive verb, intransitive معناته غير متعدي. تمام. he apologized to his boss for sleeping at work. to say sorry is an هو verb. petrified is a horrified. I was petrified, I thought I was going to die, very very scared. isn't من السياق, from the context you can guess the meaning by see the words and sentences around the unknown word, and also from your previous knowledge and from your how to understand the meaning, you can guess the meaning of unknown word. إذن من المعرفة السابقة ومن الجمل والكلمات حول الكلمة الغير معلومة, الكلمة المجهولة, ممكن تعرف معنى الكلمة. بكده بنكون انتهينا من exercise number 5. exercise number 6, compare your guesses with a pertinent check meanings in a dictionary. قال لي قارن تخميناتك للكلمات, معاني الكلمات الغير معلومة مع زميلك, وممكن تشوفها في شنو؟ في القاموس. طيب دي جمل عملها الكاتب اللي هي كانت bold, اللي هي كانت في اللون الأسود ده. underline other new words in the article, ممكن تمشي تحدد كلمات أخرى في الارتكل اللي هي في القطعة. make guesses about them, check your guesses in dictionary اللي هي exercise number 7, اللي هي ممكن تأخذ كلمات أخرى و تشوف مثلا for example تاخد مثلا business student, او تاخد مثلا situation, تاخد مثلا كلمات والكلمات دي تقوم تمشي تفتش معانيها من الكونتكست من السياق. بكده بنكون انتهينا من الفيديو الاول في unit 3 اللي هي سميناها ايش يا شباب, اسمها newspaper articles, وغطينا فيها الreading skills فقط, وتكلمنا على مهارتين, المهارة predicting content تخمين المحتوى, وmeaning from context. ولاحظوا لي كلمة content و context, content المحتوى و context السياق. وفي نهاية الفيديو ما
ما تنسونا من صالح الدعاء. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.